أهلا بكم من جديد وفقرة عاش السودان مع واحد من الأبطال اللي كانوا في منطقة مهمة جدا دارت فيها أكبر المعارك وهي منطقة أمدرمان وتحديدا منطقة الإزاعة. تم أسره لمدة 50 يوم من قبل الميليشيا. أستاذ عبد الرحيم بخيت حلب عرب على قصة اليوم، أهلا وسهلا بك كثير. مرحبتين حبابك أستاذ عائشة، أرحب بالسادة المشاهدين قناة النيل الأزرق. بداية يعني الحمد لله على السلامة، عايزين نتعرف على تاريخ الأسر والمكان اللي انت تأسرت فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله إن شاء الله في هذه الأيام ينصر قوات المسلحة على العدوان البربري. يمكن أنا تاريخ الأسر كان بتاريخ 27 في بداية الحرب، يعني اللي هو 27/4/2023. أنا تأسرت يمكن في منطقة بحري ومنها كده ماشي على مدرمان اللي هو شارع الإنقاذ بالضبط، ومنها تم اقتيادي إلى الإزاعة التلفزيون، مبنى الإزاعة التلفزيون. الكلام ده في يوم 27/4. طيب الوفاء والخيانة، والخيانة خيانة الوطن في المقام الأول، وده كان جزء كبير جدا من السبب اللي هو الأشخاص اللي دلوا عليك هم كانوا جدا قريبين منك، وتم أسرك من منطقة لزول معروف بالنسبة لك، يعني وده المقصود. والله هي طبعا مسألة الخيانة دي الآن الدعم السريع كله هو يعني إذا جينا فنطنا الحرب دي بدايتها والناس تتكلم عن الطلقة الأولى وكده، فهو الدعم السريع ككل يعني الغدر والخيانة بدت منهم كمؤسسة وكأفراد وأنا يمكن احتغالي وكثير من الناس، يعني عبد الرحيم ليس إلا واحد من مليون، يعني كثير من الناس هم يعني تم احتغالهم وتم أسرهم وكده نتيجة لقدر ونتيجة لخيانة من بعض الأشخاص اللي هم كنا نحسبهم أصدقاء يعني وأخوان لنا كده. يعني في بداية الحرب يمكن أغلب المؤسسات اللي كانوا موجودين فيها الجيش والدعم السريع تم الغدر وتمت الخيانة، يعني وإحنا لما دخلنا الإزاعة لما تم أسري في الإزاعة لقينا مجموعة من العساكر والضباط، نسأل الله أن ربنا يتقبلهم شهداء بإذن الله تعالى، هم يعني شهداء بإذن الله نتيجة لغدر، يعني أكثر من 11-12 عسكري وضابط موجودين في الإزاعة دي للناس اللي كانوا قاوموا في الساعات الأولى تم غدرهم. أنت مواطن سوداني عادي، ما لك أي علاقة بكل الحاصل ده، لكن تمت الوشاية بك وأسرك، الأسباب شنو والتهمة كانت شنو ذاتها اللي هي تأثرت بها؟ والله يعني أنا يمكن في بداية الحرب الحكاية المشية الطلعة وموضوع الأسرة ده كان بسيط جدا، لكن بعد ذاك الدعم السريع اتخذ زريعة في كذا حاجة كده أخذوها زريعة حكم إنه الهدف واحد، طبعا الهدف بعد ذاك نهب وسلب واختصاب وحاجات كده كثيرة. فأنت أغلب الناس اللي اتمسكت بعد ذاك بيدوك تهمة، التهمة دي عبارة عن زريعة يعني ليس إلا عشان بعد ذاك يصلوا بها للهدف بتاعه، إذا عندك سيارة تتاخد، إذا عندك قروش تتاخد، إذا عندك كده. فأنا يمكن الشخص الوشع عني ويمكن لي حاجات في نفسه، هو ضابط في الدعم السريع والآن للأسف هو موجود تقريبا من الناس السلم ونفسه موجود، لكن بعد ذاك الزريعة إنه والله يا أخي ده عسكري، أنت مدني يعني ده عسكري ولا ده كوز ولا ده كده، هي زريعة بعد ذاك من خلالها أيوة ياخدوا عربيتك ياخدوا كده. أنا كنت السائق العربية وماشي على مدرمان كان الأوضاع عادية، يعني دعم السريع أنا ذاك كان هو ساته خايف يعني بس بعد ذاك أخذوا عندي العربية التفاصيل الحاجات ده بيقودني للتعامل مع الأسرة نفسهم.
وانت مدة 50 يوم هي ما مدة بالبسيطة يعني. فاحكي لنا من بداية الأسر كيف كانت طريقة التعامل ووحشية التعامل من قبل هذه الميليشيا؟ والله أنا أول يوم جيت فيه الإذاعة لقيت يمكن قدامي 3 محتغلين، يمكن في محتغل الناس اتداولته في السوشيال ميديا كثير اللي هو عمنا غاندي، هو له علاقة بالإعلام بالإذاعة والتلفزيون وكده، ونسأل الله إنه ربنا يفيك أسره إن شاء الله إن شاء الله. وعمنا غاندي قصة طويلة يعني، الناس كانت تكلموا عنه، أنا طلعت في صفحة من صفحاتي كتبت عنه إن الزول ده كان جابوه عنوة وكده مجبور يعني. وفي يمكن واحد تاني نسأل الله برضو إنه ربنا يفيك أسره، اللي هو رائد طبيب السماوي المعروف لدى ناس السلاح الطبي، هو كان رئيس قسم المعمل في السلاح الطبي، وواحد تاني رقيب يمكن. المهم 3 أسرى موجودين في الإذاعة. أنت مجرد ما تجي بيتم اتهامك يعني على حسب شكلك، يعني أقول تعبان شيء، على حسب شكلك، على حسب لبسك، على حسب هيئتك يتم تصنيفك. بعد ذاك يتم تصنيفك كده يعني، اما انت عسكري اما انت والله يا اخي اسلامي كوز مثلا كده يعني. فانا تم اتهامين والله يا اخي انت في البدايه كان عسكري واستخبارات، وجابك بهنا معناه انت استخبارات وكده. فيما بعد ذاك لما فتحوا التليفون انت كوز وما كوز، في النهايه انا مواطن يعني. فتم اتهامي انه كوز كده. كل الناس اللي بيجيبوهم هناك مواطنين، 99% من الموجودين الاسرى هم كده يعني مواطنين. احساسك وقتها لما تم اتهامك، هل كان في احساس بالخوف ولا كان لا ارادتك قويه بانه انت حتطلع من المكان اللي انت موجود فيه ده؟ خاصه انت حكيت لي تحت الهواء انه كان ابسط حاجه كان بيحصل انه بيتم ضربك يوميا لمده للفتره اللي انت كنت موجود فيها دي كلها 40 صوت، ودي كان بيعملوها زي محكمه كده بيناتهم يعني. والله في البدايه صراحه ما كان في خوف يعني، احنا افتكرنا انه الموضوع عادي جدا. هو في بدايه الحرب الدعم السريع هو كان خايف يعني، لو الناس لاحظت كان في السوشيال ميديا نازل لما الطيران ضربهم في منطقة المناطق اغلبهم يعني كانوا خايفين وجارين وكده وسلموا نفسهم، والناس بقوا يقوم وبعد ذاك يسمحوا لهم انهم يمروا ويمشوا. لكن بعد ذاك فيما بعد يعني شويه الحكايه بقى صعبة شوية. ففي الأسر جوا صراحة كل أنواع التعذيب يعني، إذا جينا تكلمنا عن غوانتانامو يمكن يكون أخف غدرا من بأشكال مختلفة. للأسف كل الناس يعني أبرياء مواطنين. الشاهد في الأمر كان النازل يعني كثرة الاحتغالات وكده. القصة دي كان في بداية الأمر كان في حكاية بتاع التفاوض كده، وما تفاوض دارين يكبروا قومه من الأسرة. بعد ذاك بيفتكروا إنه يا أخي الجيش هيخش معاهم في التفاوض وحيكون في تبادل أسرة. الدعم السريع في بدايته كان في أسرة كتير يعني، الجيش أسر غدر كبير يعني من المتمردين يعني. فهم يفتكروا إنه بي 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 مفترض محتاجين اكبر حشد من الناس على سن دير الله يا عساكر لما تتم عمليه التفاوض، تتم عمليه الاستبدال يعني. فعشان كانوا عشان كده كانوا حريصين يمسكوا اي مواطن اي ماشي غاشي. انا اسف على السؤال، لكن كيف كان التعذيب؟ والله التعذيب ده يعني نسأل انه ربنا بس يتقبل ويجعل في ميزان حسنات، ويمكن اللي زعل فيها ناس كثار ربنا فك اسرهم وكتب لهم عمر جديد، وتواصلنا مع مجموعه من الناس منهم. شكل التعذيب كان قاسي جدا جدا يعني، تعذيب نفسي وجسدي وعلى طول يعني يومي. فانت بتم اتهامك انت زي اسبوع ولا اسبوعين انت تحت التعذيب، ليه ولا شنو؟ يمكن الاسبوع الثالث بعد ذاك يبدا يستجوبوك انك انت عسكري ما عسكري، انت من البدايه كده اخذوا لك نغيب رايد بتاع ملازم اول كده بس انك انت عسكري. فالتعذيب كان بطريقه وحشه يعني، لا صغير لا كبير، معنا محتغلين كانوا كبار في السن. فالحكايه صعبه شديد يعني، مهما حكيت لك القصه ما. طيب اكثر القصص الانسانيه الوقت اثرت فيك جدا في الوقت ده كانت شنو؟ خاصه انه
كان في كثير جدا أعدموهم في الإذاعة، كثير جدا ماتوا تحت التعذيب، وخاصة لأعمار فوق الستين فوق السبعين. يعني والله واحدة من الحاجات اللي يعني يمكن أثرت بها جدا وإحنا في المحتغل الإذاعة فترة كده، البرهان القائد العام يتكلم عن إنه والله يا أخي الباب مفتوح للاستنفار لقدام المحاربين اللي كده، فسبحان الله العقلية بتاعت الناس زي العقلية عجيبة خلاص، بيقوا أي زول ماشي كبير افتكر إنه البرهان قال البرهان نار استعين بقدام المحاربين المعاشين وكده، أي زول كبير في الشارع لقوه بيمسكوه عمره 60-70 سنة يجي يقول المحتغل. إحنا غرابة أسبوع ولا 10 أيام المحتغل كله عبارة عن عجزة عمر 60-70، فأكثر حاجة كانت بالنسبة لي مؤلمة يعني أعمار الناس المحتغلين، الناس في سن متأخرة جدا. ويمكن أذكر ثاني في 2 من الناس اللي كانوا أو 3 من الناس المرضى، واحد يمكن أخونا اسمه سماو الدينار من أسرة الدينار دي، هو من سكان موردة، كان مريض بغلب فكان بيقطع من الكهرباء الليلة من يجي خلاص المغرب بيقطع الكهرباء، والمحتغل كان طبعا عبارة عن هي الناس الإعلاميين بعرفوا الغرفة بتاعت بتاعت الصرف بتاعت الحسابات دي، الغرفة بتاعت المخزن، المخزن أيوة، فعبارة عن غرفة كبيرة مقفلة 4 في كل اتجاهات مقفلة ما عدا شباك صغير كده، فكانوا المرضى بيعانوا شديد، يمكن في زي 3 مرضى، في واحد مشلول أو معزول هو اسمه فضل ده بيقرأ كلية الإمام الهادي، أنا يعني من خلال وجودي هناك حاولت أحفظ جزء من الأسماء وجزء من حتات الناس وكده. في واحد تاني برضو مريض بتاع كلى اسمه خالد، موظف كان في وزارة الزراعة برضو تم أسره، فدين أكثر ناس كانوا يعني كده يعني حالتهم الإنسانية يعني تدمي القلب يعني. طيب انتوا كنتوا بتقدروا تتكلموا مع بعض، تقدروا تتواصلوا عادي؟ هل كنتوا بتسمعوا اصوات التعذيب لما مثلا ياخذوا منكم شخص معين ويطلعوا به؟ بتقدروا تتعرفوا على الناس الجدد اللي هم بيدخلوا لل، خاصه انه بيتم ترحيل بعض الاشخاص وبتجديد الناس بشكل مستمر زي ما ذكرت لي؟ هي عموما المحتغل بتاع الاذاعه ده زي الناس فاكرينه محتغل كبير، هو محتغل صغير في الاساس، لكن بعد ذاك الناس بتجي يومي يعني نزل كله 3-4 أيام بيرحلوا محتغلين يا اما ودوهم شنبات حسب الكلام اللي بيجينا، يعني بعد ذاك انه فلان وفلان كانوا موجودين معنا ودوهم شنبات، فلان وفلان ودوهم الرياض. الخزنة دي بشيء زي حكاية بتاع 30 نفر، 30 نفر ده خلاص قافلة، ف يعني المحتغلين الموجودين يعني الحكاية مؤلمة، انت لما تجي يفتح باب الخزنة ده كده ويود زول برا طبعا يطلعوا في كل راس ساعة، يعني انت الدور جاي خلال اليوم انت منتظر دورك، بعد ذلك انت بتطلع برا تتضرب تتعلق فوق زي ما تجي يعني للأسف لحد الاغتصاب، يعني انا امام عيني تم اغتصاب، يعني مش اغتصاب امرأة ولا كده، راجل بيغتصب راجل حدث يعني، وانا كتبت الكلام ده كان في واحدة من صفحاتي، الناس اتهموا زول يمكن رجعت مسحت كلمة اقتصاد، لكن بعد ذاك أنا بالذات يعني كان طلعوني مع واحد من الأسر المأسورين الموجودين ليه أما اقتصاد يعني أمام، فالحكاية صعب، الباب ده لما يفتح أنت فيه كله رأسا أنت عندك نصيب، يعني يمكن في اليوم تطلع مرة مرتين أنت بشتى أنواع العذاب، يعني هسي محتغل موجود في اللي زعله هسي أنا قمت وفتحت ظهري ده للناس كده شكل العلامات تحت الصوت والعلاق بالجنازير وكده والحاجات دي، فحاجة مؤلمة شديد يعني، لكن بعد ذاك يعني الحكاية القصة بتستد بالإيمانيات، يعني برضو واحدة من الحاجات اللي بتخلي الزول كده يرجع لربنا ويتوب ويكون إيمانياته كده. أنا كنت طبعا متمنى يا عبد الرحيم بخيت إنه أشتغل معك حلقة كاملة لأنه الحديث يطول والقصة ما وقفت هنا، بس القصة لها أبعاد أخرى، إنه بعد ذاك أنت كيف كمان طلعت من بعد 50 يوم
لانه دي ذاتها وراه قصه انه بعد ما طلعت بيجوا فتشوا فيك انك انت وين. لكن زمن الزمن بتاع الحلقه ضيق جدا. انا عايزاك سريعا توري الناس انك طلعت كيف بسرعه جدا يعني في اقل من دقيقه, وامنياتك لما بعد الحرب يعني. والله يا اخي طلعت كيف دائما الناس سالوني عنها كثير, لكن بعد ذاك بيقول يعني هي الدعوات, دعوات الوالده وربنا اراد كده يعني. دعوات الوالده, دعوات الاخوان الصادقين القريبين, فهي يمكن كان السبب الخروج. لكن بعد ذاك احنا تم ترحيلنا من الاذاعه لشنبات. انا 50 يوم دي في الاذاعه, بعد ذاك شنبات دي ثاني موضوع ثاني يعني, بعد ذاك صولات وجولات ثاني في شنبات دي. فربنا اراد الخروج من هناك يعني. خرجت عادي, حاولت اغير التهمه كده من كده لكده, بعد ذاك خرجني يعني الحمد لله معي كذا نفر يعني. وحتى الناس المحتغلين معي كانوا في الاذاعه في اليوم ذاك بالذات يعني, كميه من الناس خرج. نسال الله انه ربنا ان شاء الله ينصر قوات المسلحه ويقضي على هؤلاء البربر الخونه والعملاء ماجورين. نسال الله انه ربنا يحفظ بلادنا باذن الله ما تبقى منها باذن الله سبحانه. شكرا لك كثير استاذ عبد الرحيم بخير, نورتنا اليوم في حلقه مساء جديد وعاش السودان في هذه الفقره اللي مليتها هي برغم ما انها كانت مليانه حزن ومليانه حكايات كثيره, لكن ضريبه بندفع, ضريبه الوطن وضريبه الحفاظ على هذه البلد بالتاكيد. شكرا لك كثير. شكرا استاذ عاش. مشاهدينا وصلنا الى ختام المساء الجديد, كان الله في عون الشعب السوداني وكان الله في سند القوات المسلحه. عاشت القوات المسلحه السودانيه. مصير السودان حيرجع لاحضاننا, مصيره انه نحن نتلاقى في يوم من الايام نكون سعيدين ومبسوطين, املين في انه السودان يرجع افضل مما كان بالتاكيد. وعاش السودان.